هنايا غادي نلصق هذا الدوبلور مع المونطو، هنايا الوجه ديال المونطو مع الوجه هذا ديال الدوبلور. فين عندي الخياطة ديال هذا الوجه مع الوجه، غنجيب هاد الخياطة ديال الكتاف ديال الدوبلور مع الخياطة هنايا ديال السشفة اللي درت. هاد السشفة هادي خصها تكون عندي قدها قد سبطين، وبلا راه كانت عندي ناقصة أنايا ما انتبهت حتى خيطتها وليت حيدتها، وكديريها في العرض ديال السبطين. شحال كان أنا عندي، كان عندي 10 في العرض هنايا في الكتاف، درت في هادي 10 صافي. كتفصلي داك الساعة السشفة وكتحطيها على الظهر كيما وريتكم، وكتفصلو عليها هنا الكتاف مع الكتاف. هادي الخياطة ديال الكتاف ديال السشفة، كتلصقي هنايا معاها وديري البانكا. صافي وكندوز كنخيطو هذا السشفة مع هاد الخياطة هادي. الا جانا هذا كبير معليش باش ندير واحد البلية في الوسط، باش ملي تلبس المونطو ما يبقاش مشنق، يجينا تبطين، يجينا مرخوف. صافي دابا لصقت هاد السشفة مع الظهر هنايا، دابا غادي نهبط نخيط هادو الدوفات ديال التبطين ديال هاد الدوبلور مع السشفة مع هاد التبطين ديال الأمام. أنا هبط هاد الخياطة، نبدا من هنايا ونهبط معاها كاملة. هنايا نخلي واحد جوج سنتيم ونص ولا ثلاثة، حيت مازال غندوز له السورجي وغندير له لوغلي من هنايا. غادي نخيط الجهة الثانية، هنا غادي نلاقي الكمام، هذا الكم ديال الدوبلور، وهذا وهذا الكم ديال المونطو. الطريقة هادي هذا الكم وهذا الكم ديال المونطو. غادي نجي غادي نشد هاد الخياطة هادي، غنجيب هاد الخياطة هادي ديال الدوبلور، وندير هكا يا قبالتها خياطة قبالة الخياطة، خياطة هذا الوجه مع الوجه ديال المونطو هكا، ونحطهم هكا. نشد هنا ببانكا، كما شفتو هكايا الوجه مع الوجه،
وندخل هكايا وندوز بسنتيم ديال الخياطه ديالي هنايا ندوز هكايا كله ندوره هكا بالخياط. مشتو هكا راه دس عليه سنتيم ديال الخياطه هنايا دورته كامل غنصاوب لكم الثاني بنفس الطريقه. دابا غادي نقلبو من هنا من التحت منين عندي محلول حيت ما سقتوش انا من التحت درتو ناقص على الفوقاني كما شفتو معايا في الصاله. غادي نقلبو شد هنا في الكمال كما شفتو هذا الطبل داخل راه كلشي جا لداخل فيني. هذه داك السجفة ديال الظهر هي هذه هادو الكتاف ديالي هادو الكميمات انا قادهم مازال هنا من الكتاف غادي نقلبو غادي نلصقو من الكتاف باش ما يبقاش التطين كيخرج ليا من جهة الكمام. انا هكا غادي ندخل واحد جوج سنتيم هكايا وغادي نرتق هنا بالخيط وندوز نشبو كامل هنا بيديا باش ما يبقاش التبطين كيخرج لي من جي نلبسو من جي تلبس ما يبقاش التبطين ها كيخرج صافي. كما شفتو هنايا هذا هو التبطين ديالي مازال غادي ندوز عبر الصباط هنا ندوز عبر الصباط كامل على المونطو نقلب بعدا نلصق دوك الكتاف اللي قلت لكم هنا هاد الكتاف هادو باش ما يبقاوش يخرجوا غنجيب هاد الكتاف هادو ديال المونطو هنايا مع هادو ديال التبطين ندوز عليهم واحد شويه د الخياطه واحد 4 سنتيم هنايا نخيط غير هذه المسافه هذه بركه باش ما تبقاش باي باش يشد ليا وندير الخياطه عند الخياطه هذه الخياطه ديال الكتف ديال هذا الدوبلور مع ديال الكتف ديال المونطو هنايا ندير الخياطه مع الخياطه وعاد نخيط هنا غادي ندير لوغلي كما شفتو هنايا هادي الخياطة اللي ملاقين بها التبطين مع المونطو هدا التبطين ديالي خليتو حد هنايا وهاد 16 سنتيم بقات بلا ما ندير لها هاد الدوبلور. دابا غادي نقلب هذا لداخل هكا نشد من هنايا علمت هنايا 3 ديال السنتيم ها هو فين علمته وغادي نجيب الخياطه من هنا ها هي فين علمتها حتى هنايا نجي لهنا ونقطع هاد الزوائد اللي عندي هنا وما نوصلش للتالي حتى لهنايا نحبسها غير حد هنا
هذا الراس، هاد القنيط نحاول نخرجو مزيان. هنايا هكا غادي يمشي، غندوز الخياطه من هنا ديال لوغلي، غدوز من هنا غنطوي 3 سنتيم ديالي وندوز لها الخياطه من هنايا. دابا نصاوب الجهه الثانيه بعدا بهذه الطريقه هذه كما صاوبت هذه. نشدها هكايا، انا معلمه هنايا 3 ديال السنتيم. نجي لهاد الجهة ديال اليمين هادي، غادي ندوز الخياطة الجهة من الداخل، غادي ندوز غندير عبر الصباط. صابت الجهة التانية تا هي بهاد الطريقة، وغندوز دابا عبر الصباط من هنا. ندور مع الكم ديالي، ندور مع كامل. انا بقى مع الجهه الثانيه، صوفنا للجهه الثانيه ملي غادي ندور معاها من هنايا غنهبط. هنا غادي ندوز مع 3 سنتيم ديالي، كيجي من فيني من هاد الجهه كما شفتو معايا. هانتي دابا ندير لوغلي لهذا المونطو،
هنا غادي نعاود على على هذا الكول، نعاود هنا بالخياطه باش هاد الثوب هذا يطيح هكا ما يبقاش كيتهز. غندير له عبر، ندوز له عبر الصباط هنايا كله حتى لهنا الجهه الثانيه، نحبس. نخيط الحزام هنايا، هذا هو الوجه. خرج هاد القنيتات هادو، نجي من هنايا ونخيطو. صافي هذا هو الحزام ديالنا، هادو الخريصات اللي درت معاكم قبيله. سالينا المونطو ديالي، وهذا راني دوزت هنا عبر الصباط ودوزت هنايا لداخل في المعالكول، دوزت له هو عبر الصباط. درت لهاد الكرادات، راه مولاتهم بغاتهم وعاد وليت درتهم لها في الثاني. فتحت غير واحد شويه، واحد 4 سنتيم، ودخلتهم هنايا ووليت خيطت عليهم. هادو الا بغيتو تعرفوا الطريقه راني دايراهم في واحد المونطو فيديو واحد اخر، دابا نحط لكم في صندوق الوصف اللي بغى يعرف الطريقه كيفاش كيتصاوب. صافي هذا هو المونطو ديالنا، غادي يجي كروازي هكايا وغيطلعوا صدايف هكا على جوج جهات هنا وهنا هكايا، يجيو شي 6 ديال الصدفات هابطين هنايا ان شاء الله. دابا ملي نركب له صدايف غادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش جا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه ديال الخياطه وجاتكم سهله، تكونوا استفدتوا شي حاجه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا وتخليو لنا التعاليق ديالكم الزوينه، لان كتشجعنا وكتخليني نزيد نعطيكم اكثر واكثر. والسلام عليكم ورحمه الله.